الو، ازيك يا منى؟ ازيك؟ عامله ايه؟ انا كويسه يا منى، انتي اخبارك ايه؟ تمام والله، اخبارك انتي؟ انا الحمد لله يا منى كويسه. بحبك خالص والله. شكرا يا منمن، وانا بحبك كمان. شكرا، ربنا يخليكي. الله يخليكي. قوليلي. والله بحبك، اتكلمت حاولت اتصل بك كتير خالص يا حبيبه قلبي، ده انتي منوراني والله. الله يخليك، انا اول مره اعمل مداخله، معلش. يا شيخة، ومش اخر مرة، ده انتي مشرفاني بجد والله. طالما اول مرة تتكلمي كده معايا فانتي مشرفاني بجد. الله يخليكي، الله يخليكي. شكرا يا حبيبة عايزة قلبي. اقول مشكلة بس مكسوفة و... عايزة ايه؟ بقول عايزة اقول لك حاجة بس مكسوفة ومحرجة في نفس الوقت. لا يعني ما تتكسفيش، قولي يا منى. بصي انا متجوزة بقالي، معلش عشان هقول لك الحاجات دي وانت بتاعت المطبخ. قولي حاجة للمطبخ. مش سامعة. قولي يا منى. بقول لك هي مش حاجة في المطبخ، حاجة بره المطبخ. طب قولي يا منى. أنا متجوزة بقالي 2 ونص، ويعني جوزي مش راضي يروح دكتور عشان خلفه وكده، المشكلة عنده هو. فلسه من شوية متخانقين أنا وياه، بقول له لو أنت مش هتروح يعني مثلا على دكتور خلفه وكده أنا همشي وأسيبه. زي ما بقول له لا أنا همشي وهمشي هروح أشوف دكتور، بس هو الحالة المادية مش سمحة له هو يطلع يمشي يروح يعني يشوف دكتور كده. بقول انا اشتغل، روح اشتغل، دورك علي شغلانة، ومن بعد ما تشتغل روح على اشوف لك دكتور، يعني مش هنفضل احنا كده بدون عيال بدون اي حاجة. هو انت يا منى بتقولي هو مش بيشتغل؟ هو قاعد مرة بيشتغل مرة قاعد كده. انا في حاجات كده ببقى والله مش عارفة أجاوب عليها، أو إن أنا أرد رد دبلوماسي أو رد رسمي. بس حتى وهي منى بتتكلم كده أستاذ أيمن عمال يقول لا لا ما ينفعش. بصي أنا برضو مش مع حتة إن هي ممكن، على فكرة طريقة الست أصلا نفسها أنت تخليه يعند فيكي وما يروحش. ينفعش أبدا أبدا موضوع زي ده إن أنت تقولي له روح لدكتور، دي حاجة على فكرة بتبقى صعبة، على فكرة صعبه جدا جدا، سواء للراجل او للست، ان انت تقولي له روح اكشف ولا روح لدكتور ولا روح شوف لك شغلانه. لا، انت الله اعلم هو جواه اصلا ايه، ده ممكن هو يبقى يعني هيموت على الخلفه اكتر منك. بس بطبع الراجل يعني طبعه ان هو لا، مش انت مش هينفعش اللي انت تقولي لي حاجه زي كده. اولا الطريقه يا منى، الطريقه ما ينفعش ابدا انت تقولي له حاجه زي كده. تقوليها له كده بهدوء، شوفي كده فتره تبقى انتوا كويسين فيها، ان شاء الله حتى بتشربوا كده مع بعض كوبايه شاي في البيت. يا ستي مش هقول لك اخرجوا بره ولا حاجه، تقوليها له كده واحده واحده بالراحه. خليكي رقيقه في الكلام معاه، ما تبينيش ابدا ان حاجه زي كده مضايقاكي. هو عارف على فكره، يعني هو عارف ان الموضوع ده مضايقك، وهو هيكون عايز موضوع الخلفه اكتر ما انت عايزه. بس الطريقه بتفرق، ما ينفعش ابدا واحده تقول لجوزها روح اكشف او روح دور لك على شغلانه، لان الموضوع ده بيكون حساس جدا جدا للراجل، سواء موضوع الخلفه او موضوع الشغل. وهرجع واقول لك الصبر، وقبل الصبر الاستغفار والدعاء، وخلي عندك يقين ان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيرزقك باذن الله بالذريه الصالحه. وحقيقي احنا كلنا واحد، لو شفتي كده هتلاقي ان ربنا رزقك بحاجات مش موجوده عند حد مثلا معاه 5 6 عيال. صدقيني كل حاجه هتيجي في وقتها، وده رزق زيه زي الفلوس، زيه زي الصحه، زي السعاده، كل حاجه مكتوبه. ما تستعجليش بـ 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 يعني في التوقيت بتاعها. كمان انت بتحكي لي اصلا انت صوتك نفسه متضايق، فانت ما بالك ان انت طريقتك معاه في الكلام هتبقى عامله ازاي. ف ان شاء الله يا منى ربنا يرزقك باذن الله بالذريه الصالحه المعافاه ان شاء الله باذن الله. الاستغفار يا جماعه والله بيفرق جدا جدا طول ما، وخلي عندك يقين. ما تقوليش مثلا ما انا بستغفر وما انا مستنيه، هو لا، الفكره مش كده خالص. يمكن لو ربنا رزقك مثلا دلوقتي ولا السنه اللي فاتت ولا اول ما اتجوزتي كنت هتجيبي طفل هيتعبك، طفل هيطلع عينيكي. فكل حاجه بتوقيت ربنا كده، وبالهدوء اسلوبك معاه يكون كويس، تكوني رقيقه معاه بسيطه معاه. صدقوني والله العظيم يا جماعه الاسلوب ده بيفرق جدا على فكره. ان شاء الله كمان لما ربنا يرزقك كده تكلمينا ونفرح كلنا بإذن الله يا حبيبة قلبي.